جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه الجزئية من الآية الكريمة وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسروها لنا وما معناها جزاكم الله خيرا. وإذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر، هل أكون داخلا في معنى تلك الآية؟ جزاكم الله خيرا. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. المراد بقرآن الفجر هنا صلاة الفجر، وسميت قرآنا لأنها تطول فيها القراءة، سميت بأهم ما يشرع فيها وهو تلاوة القرآن، لأنها تطول فيها القراءة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها من 70 إلى 100 عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر أحضرها ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار الذين يتعاقبون في بني آدم لحفظ أعمالهم، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. صلاة الفجر يجتمعون، ثم يصعد الذين باتوا فينا ويبقى ملائكة النهار إلى صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل عند صلاة العصر، ويجتمعون مع ملائكة النهار الحفظة عند صلاة العصر، ثم يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويبقى الذين نزلوا لحفظ أعمالنا في الليل، وهكذا يتعاقبون فينا الليل والنهار، يحفظون علينا أعمالنا ويكتبون وأقوالنا وسائر ما يصدر منا من خير أو شر. هذا معنى قوله: إن قرآن الفجر، أي صلاة الفجر، كان مشهودا، أي محظورا. والشهود هنا الحضور، بمعنى تحضره ملائكة الليل الحفظة وملائكة النهار، يحضرون هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. وهذا مما يدل على فضل هاتين الصلاتين العظيمتين، وهما الآن من أكثر ما يفرط فيهما الكسالى من نوم والغفلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجزئية الثانية من سؤاله: جزاكم الله خيرا، إذا قرأت القرآن بعد صلاة الفجر وفي بعض الأحيان قبل صلاة الفجر، هل أكون داخلا في معنى تلك الآية؟ لا، القراءة قبل صلاة الفجر والقراءة بعد صلاة الفجر لا تدخل في قوله تعالى: وقرآن الفجر، لأن المراد القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، وأما الذي يقرأ خارجها فهذا له فضل التلاوة، فضل التلاوة المطلقة. نعم.